من ضمن 10 حشرات هي اللي تجيب ويكون حامله للمرض البابيزيا او مرض البابيزيا، هي اللي تخلي الكلب يجي له مرض بابيزيا. طبعا مرض البابيزيا ده يا جماعه مرض مميت، وعاوز فيلم كده علشان، وعايز حلقه مخصصه لوحده. تعالى كاتمر خد عشان نقول لك علاجه ايه ومرض البابيزيا ايه. الحمد لله بفضل ربنا هنقول لك في الايام الجايه ان شاء الله، امر لاقوا في الفيديوهات الجايه. طيب ايه الحقن النهارده اللي معانا؟ ركز معايا علشان تبقى عارف. طيب الحقنه هي عباره عن حقنه بيطريه او محلات البيطري، مش من الصيدله البشري او اي حاجه. اي مكتب بيطري جنبك او اي خدمه بيطريه جنبك من او اي مكتب بيبيع ادوات علاجات للحيوانات الاليفه او الطيور او الغنم والحاجات دي كلها بيبقى عنده الحقنه دي. الحقنه دي اسمها ايه؟ حقنه عباره عن حقنه دوكتوماكس. ركز معايا، دوكتوماكس، تمام. الحقنه دي يا جماعه بتتاخد 1 سم لكل 16 كيلو جرام من وزن الكلب. 1 سم